أصدرت محكمة الهجرة السويدية قراراً يقضي بوقف ترحيل طالبي اللجوء إلى هنغاريا بموجب اتفاقية دبلن. حيث ينطبق القرار على جميع اللاجئين الذين عبروا الحدود الهنغارية من جهة صربيا. فهل قرار محكمة الهجرة يعتبر ملزماً لمصلحة الهجرة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لنراجع أهم ما جاء بالقرار. وعلى كل الأحوال نجد أن قرار محكمة الهجرة في ستوكهولم حول البصمة الهنغارية، ومع أنه قرار مشروط ويمكن لمصلحة الهجرة أن تعترض عليه وتلجأ إلى محكمة الاستئناف، إلا أنه خطوة قانونية مهمة قد يتبعها خطوات أخرى إيجابية لحل عقد تفاهمات دبلن سيئة الصيت والسمعة.